ان شاء الله النهارده عندنا الدرس الثاني في الجبر، هو تكمله للاعداد النسبيه، هو جزء مهم جدا عندنا، وهو الجزء بتاع المقارنه والترتيب والتمثيل على خط الاعداد. اول حاجه المقارنه، هنقول يعني ايه مقارنه؟ يعني هحط ثلاث علامات، هي اكبر اصغر يساوي. ازاي عايز اقارن بين الكسرين دول اعرف مين فيهم اكبر ومين فيهم اصغر؟ طبعا اول حاجه خالص واسهل طريقه موجوده عندك هو تعمل مقص. يعني ايه اعمل مقص؟ يعني اضرب بسط في مقام وبسط في مقام. طب البسط والمقام ده والبسط والمقام ده احط الرقم فين يا مستر؟ قال لك حط دايما الرقم الناتج فوق البسط بتاعه. يعني 5 في 3 من البسط 3، يبقى 5 في 3 ب 15 يبقى تحط هنا 15. 4 في 1 ب 4 يبقى احط هنا 4. كده اصبح عندي ان ال 15 وال 4 مين اللي اكبر فيهم؟ 15. يبقى في الحاله دي الكسر اكبر من الكسر. نفس الكلام، يلا نطبق مع بعض كده. ادي كسرين عندي، نص و6 على 12. لما اعمل هقول 12 في 1 ب 12، 2 في 6 ب 12، طلعوا هنا العددين متساويين، يبقى هنا في حاله تساوي. نفس الكلام نفس الفكره، 6 في 4 ب 24، 7 في 5 ب 35، هنا ال 35 اكبر، يبقى اصبح الكسر 4 على 7 اصغر من الكسر 5 على 6. ده بالنسبه للمقارنه. يبقى اي مقارنه موجوده بين اي عددين لازم تتعمل مقص. اسهل طريقه تطلع النواتج وتحط العلامه بتاعتك زي ما هي. تمام، نيجي عندي حاجه اسمها تمثيل على خط الاعداد. علشان نمثل اي كسر على خط الاعداد انا عندي الكسور اللي موجوده عندي نوعين، اما الكسر اللي موجود كسر موجب او كسر سالب. اخد بالي ان الكسر الموجب خلاص بسط ومقام حاجه واحده، ده موجب ده موجب. الكسر السالب فيه علامه واحده بس، العلامه دي بتبقى علامه سالب، اما في جنب الكسر او فوق او تحت، يبقى هي علامه واحده بس بتعبر عن الكسر السالب. يبقى ده الكسر السالب، ده الكسر. هنمثله ازاي؟ اول خطوه خالص هنعمل خط الاعداد، واجي يا ريت كده في النص هنا كده واكتب الكسر بتاعي 1 على 3 واعمل عليه دايره كده عشان احدده. قال لي طريقه سهله جدا، انا طول ما انا ماشي ناحيه اليمين بزود 1 على البسط، وطول ما انا ماشي ناحيه الشمال بنقص 1 من البسط. يا مستر بفضل ماشي كده الى ما لا نهايه؟ قال لي لا. قال لك افضل حاجه تفضل ماشي لغايه لما توصل لرقم صحيح، يعني البسط بتاعه بيقبل الاسم على المقام علشان تظبط العدد بتاعك. الواحد على ثلاثة ده لما نيجي نزود واحد فوق يبقى 2 على 3. نشوف كده 2 على 3، لا مش عدد صحيح. اللي بعده 3 على 3. 3 على 3 فيها الواحد، تروح موقف عامل دورية وكاتب الواحد تحت، يبقى احنا كده وصلنا ناحية اليمين رقم صحيح وهو الواحد. أروح سايب ناحية اليمين وأرجع تاني ناحية الشمال، أنقص من الواحد على 3 من البسط 1 هيبقى 0 على 3. أجي أشوف الصفر على 3 ده، طب صفر. يبقى كده انا حددت العدد بتاعي اللي هو 1 على 3، حددته بين الصفر والواحد. يا ريت اقول له عادي مفيش مشكله، اقول له كده العدد بتاعي ده يقع بين الصفر والواحد، او الواحد والصفر، او ينحصر بين الصفر والواحد. ناخد شكل تاني من اشكال الاعداد وهو العدد السالب. العدد السالب عندي كده بالراحه خالص اهو، انا مثلت العدد السالب بتاعي، قلنا هنيجي في النص عادي واكتب العدد الموجود بتاعي اللي هو سالب 7 على 5. نيجي نزود ناحيه اليمين 1، خد بالك ده عدد سالب. يعني ايه عدد سالب؟ يعني السالب 7 على 5 لما اجي ازود عليها 1 على البسط مش هتبقى سالب 8، لا ده هتبقى سالب 6 على 5. بتقبل؟ لا ما بتقبلش، كمل زي ما انت ماشي. السالب 6 هتبقى سالب 5 على 5، السالب 5 على 5 فيها السالب 1، تروح موقف. نرجع الناحيه الثانيه، السالب 7 لما تنقص 1 من البسط يبقى سالب 8 على 5، مش هتنفع. سالب 9 على 5 مش هتنفع، سالب 10 على 5 فيها السالب 2، يبقى كده احنا حددنا العدد بتاعنا اللي هو سالب 7 على 5 ينحصر بين او يقع بين السالب 1 والسالب 2 او السالب 2 والسالب 1. تمام، شكرا.